ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. مرحبا، كيفكم؟ إذا كنت عم تحكي مع حدا ومش عم بركز بعيونك، الحكي اللي راح أحكيه هلا كتير بهمك، ركز معي. بيتواصل البالغين عن طريق العين ما بين 30 ل 60% من الوقت في المحادثة الواحدة بالمعدل، وبتوصل 60 ل 70% من وقت المحادثة لو كنت أصلا مهتم بالمحادثة. في دراسة جديدة وجدوا أنه اللي بيواجهوا صعوبات في الحفاظ على التواصل بالعين بيكون بسبب استغراقهم في التفكير مش أكتر. واكتشف العلماء في جامعة كيوتو اليابانية أن المحافظة على تواصل العين عند الحديث أمر مرهق للدماغ، حيث بيواجه الدماغ صعوبة في مشاركة المصادر الإدراكية، عشان هيك بيضطر الشخص اللي بيحكي معك لإيقاف التواصل من أجل معالجة الكلمات اللي بتحكيها بشكل أفضل. فالمشكلة بتتركز في الجزء المختص بمعالجة الكلام في الدماغ، حيث تجري عمليات اختيار الكلمات واسترجاعها بنفس الوقت. بالتالي إذا كنت في محادثة مع حدا وما تطلع بعيونك، عادي جدا بيكون بيريح في راسه،